ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن 120 من عناصر قوات الأمن قتلوا الاثنين في كمائن نصبتها مجموعات مسلحة ببلدة جسر الشغور شمال غربي البلاد، مشيرا إلى أن تعزيزات أمنية أرسلت إلى مكان الحادث. وزير الداخلية السوري من جهته وجه تحذيرا إلى من أسماهم بالمجموعات المسلحة بأن الدولة ستتعامل بحزم وقوة مع ما يحدث في جسر الشغور. الرواية الرسمية تتناقض مع ما أعلنه حقوقيون بأن قوات الأمن قد قتلت 40 شخصا على الأقل أمس الأحد في مناطق مختلفة من البلاد، بينهم 35 شمال غرب سوريا.